سامحني اختي، عندك اميونيتي زناف قوي مناعه. صف عايشك. صف 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 سامحني. اما سير عندك اميونيتي زناف لك ما هو اللي قوي المناعه وفيه فيتامينات. هيا بيه اميونيتي زناف اختي، ريتو هذا يقوي المناعه اللخ. فيه زنك، كله زنك وفيتامين سي وفيتامين دي. صفا اميونيتي زناف نشاط وحيويه. إيميونيتي 19 مكمل غذائي لتقوية المناعة بعد استشارة الصيدلي. وردة سرها المحبة. كام تقول هيلك قوتنا في هريستنا. اليد في اليد مشيت معايا، سمعت الصوت لقيت غنية، شفت الوجه لقيت مراية، كفاحتها ولات حكاية، وكتابت بنتها نهاية. نجمة اللون ذهب وكل شيء فيها يتحب. نجمة راك حرة. كيسألوك على الأصل الطيب قلهم أرض طيبة، وإحنا توا أكثر من 23 سنة نخدموا في أرض كريمة بجهدنا ويدينا، ومن مزارعنا نجمع حليب صافي من أحسن ما تنتج الطبيعة، ونزيد نقف عليه في مصانعنا الضمان جودته العالية، خاطر هو الأصل في صنعتنا وحرفتنا، صناعة الأجبان. أجبان مرياح سرها صنعة اليدين، حرفة واتقان كل العاملين، وفي خدمتنا نعرفوا لكل حركة مهمة كل شيء محسوب، باش نوصلوا ننتجوا جبن بنين ويملى العين، ومهما كان نوع الجبن نعطيوه حقه، ياخو وقته وبلاستو، ونتبعوه من اللي حضرناه وخدمنا عليه حتى يوصل بين يديكم. وبأحسن ما ننجو نودوكم وين ما كنتو، على خاطر بينا أمنتو وعلينا عملتو. أجبان مرياح ديما لمحبتكم ساعين. تن البدر صحة ونكهة وبنة، عرفتي توسر تن البدر وهل يخفى القمر؟ يا ذا الأزهر مزهروني ديما مزهر ومعدل كل منقالة، أما في قضية الدار الأزهر يخاف من مرته ومش نورمال. تيوينو الخبز قتلك سلق مش معدنوس، صابون أخضر مش ممسك، الحم مش دجاج. أوه ما عنديش الزهر في قضيتك. ما عندي الزهر كي خديتك. من اليوم سمارت شيف تقدم لكم كريمة جديدة بنكهة الزهر تبنن زهرك. من رجع المعدنوس وعليش نرجعوا فيه. مع سمارت شيف مسهلها البنة. لا لا لتساقط الشعر بعد اليوم. إريكسل مكمل غذائي يحتوي على كل ما يستحقه نمو الشعر من فيتامينات أساسية. إريكسل فيتو لمعالجة وتقوية الشعر من جذوره ومنع تساقطه. إريكسل شامبو لشعر أكثر جمالا وحيوية. إريكسل الحل المتكامل ضد تساقط الشعر. إريكسل تقنية سويسرية من مخابر لونفول فارما.
صباح الخير، مرحبا بكم الناس الكل في حلقة جديدة من الماتينال. في حلقتنا اليوم الجمعة باش نحكيو على اعوجاج الظهر، شنو الاسباب نتاعو وخاصة العلاج. كي نحكيو اليوم راه باش نحكيو كيني، دونك كل ما هو علاج طبيعي بالنسبة لاعوجاج الظهر. كيف باش تكون بحذانا مدام زينب البرقاوي باش تتحفنا بكل ما هو جديد ولي توندونس نتاع لي غيدو وكل ما هو مفروشات. هذا وغيره موجود معنا في برنامج الماتينال. ما قبل نقولوا كالعادة بونجور صفصوف. بونجور فاطمة، ان شاء الله نهارك زين. صباح عليك، نصبح على شيف فتحي، نصبح عليكم انتم كل عاده او في برنامج الماتينال وين ما كنتوا تتفرجوا فينا وتعديوا معنا الصبحيه على قناه التاسعه ومن خلال برنامج الماتينال. طبعا نقول لكم ان شاء الله نهاركم زين وبنين وكله حب ومحبه وبرشا برشا صحه وعافيه. وكان عندنا ان شاء الله وقت روبريك سامباتيك تلقاو لها وقت بقدره ربي باذن الله. احنا بيان سور قبل ما نعديوا الكلمه ونصبحوا على شاف فتحي نعاود نذكركم بالبرودوي نتاعنا اللي هو باكتي ستوب. نلقاو منه جيل اللي هو مقاوم للبكتيريا على اقل 99.9% يقضي على البكتيريا. نعاود نذكر انه هو فما منه جيل وفما منه راهو معطل باكتي ستوب القديم تنجمو زاد تشريو منه فوالا سبراي. دونك شوش نقول انا زاد نلقاو في الفارماسي ونلقاو في البارا فارماسي والبرودوي هذا راهو متحصل على كل ما يلزم من وزاره الصحه. صباح الخير شي فتحيه. صباح الخير والنور، نهاركم زين، نهاركم اسعد الايام. أنا اليوم دبارة كما يحبوها الناس الكل، لازم مرة في الجمعة نعملوا في كل دار كسكسي. كسكسي اليوم كسكس بولات اللي معروف بالكسكسي بالكعابر، لكن الكعابر نوع جديد هذا مبطن، معروف في تونس كسكس بولات اللي يقولوا كسكس بولات يمشيوا يأكلوه في حلق الواد وفي برشا بقايع معروفين به. باش نعملوا بالمبطن لبولات بتاعي، باش يكونوا بالمبطن بروكلو، والكسكسي باش يكون بالخضره معاهم سلطه نتاع بيتراف نعرفوه بنين برشا في السلطه معاهم. هما عندي جاتو بالسميد. الوغ ما تبعدوش علينا، خليكم معانا بعد ترجع لنا فاطمه الكلمه، نتبعوا واحده واحده لي غوسيت الكل. ايوي شيف، يتابعونا واحده واحده حتى في المواضيع نتاع البرنامج زاده. احنا بيان سور البدايه تبدا ديما بالبرودوي نتاعنا اللي هو ايمونيتي 19 الكومبليمون اليمونتير هذا المكمل الغذائي اللي يقوي المناعه نتاعنا. ديما نعاود نذكر المراه الحبله، المراه اللي ترضع، الصغيره اللي اقل من 12 سنه ما ياخذش منه ايمونيتي 19. ونعاود نذكر زاده انه حتى كانت عندك دواء نتاع تونسيون ولا سكر ولا غيره راه ما عنده حتى علاقه، ان معناتها ما تدخلوش بعضهم. احنا نقولوا دويات في بعضهم كل حاجه في طريقه، هذا ابخي تو مكمل غذائي. نشوفوا سبوت ومن بعد نرجعوا نحكيوا على اعوجاج الظهر. سامحني اختي، عندك امين تتزنف لقوي المناعه؟ صف عيشك. صف 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 سامحني. اما سير عندك امين تتزنف؟ لك ما هو اللي يقوي المناعه وفيه الفيتامينات. هيا بيه امين تتزنف. اختي ريتو هذا يقوي المناعه اللي فيه زنك، كله زنك وفيتامين سي وفيتامين دي. سافا Immunité 19, nashat ou hayawiya. Immunité 19. Immunité 19, mukammal ghidha'i li taqwiyat al mana'a ba'da istisharat al saydali. إيمونيتي 19 نلقاوه في كامل صيدليات الجمهورية التونسية. وإذا كان ما لقيتوش الفارماسية اللي بحذاك نجم تطلب ال 74441 999، هما ينسقوا بين بعضهم باش يجيبوا لك البرودوي حتى كش للفارماسي اللي بحذا دارك. احنا بحذنا تويكا مدام شيراز سعيد اللي هي أخصائية في العلاج الطبيعي. صباح الخير. صباح النور فاطمة. الحمد لله لاباس عايشة. الحمد لله. اليوم باش نحكيو على اعوجاج الظهر باش نشوفوا شنو الحكاية هذه، حاجة انتيريسونت على الآخر. أما قبل كما تعرف شيراز نرجع بحذا الشيف فتحي. مرحبا بكم، مرحبا بضيوفك فاطمة. أنا هنية باش نبدأ بالكسكسي. أول حاجة نعملها ديما نفوح الكسكسي متاعي، نحب السمول مفوحة تعطي نكهة بنينة. أنا الكسكسي متاعي وردة جويد، معناها من فغيمون من الكسكسي الممتاز على الأخر. هنية نجي نحط له شو في السمولة في الحبة متاع الكسكسي، نحط شوية ملح أرطب، نحط شوية كركم، نفوح السمول نفوحها نفورها مفوحه حتى كي تاكلها ماهيش مسقيه، تعطي نكهه بنينه ياسر ياسر. عندي زيت نجمه ديو بلوس، نصب الزيت قبل ما نصب شويه الماء، نخلطه بالقدا بالقدا. من بعد نحط له شويه ماء باش يلقى فيش يفور، معناها بعد لا نكمل نخلط هذايا نفركو بيدي كان لزم. نجي نخل، معناها يلزم يدخل في وسط الحبة. لفاح إذا كانت تكسكسوه هكايا يعطي راهو نكهة حاجة
بنينه حاجه لذيذه حتى وهي جست السميد نتاعو اكهو. بعد نبل هذا بشويه ماء ونخليه يشرب. مادام انا فوحت الطنجره نتاعي نفوح الكسكسي نتاعي تشوفوا ما نحطش ياسر ماء، نحط شويه بركه جست باش يلقى فيه شفور، ماذا بيه يشرب لي اكثر مرقه من حاجه اخرى. من معناها ما نحبوش يشرب لي برشا ماء ولا نسحم ولا المعروف كسكسي الورده ما يسقش ما يكبدش ما يعملش كعابر. هذايا نخليه يشرب على جنب شويه. انا اونتروطون هنايا عندي البروكلو نحط عليه الحم مفروم، هذايا باش يجي البولات نتاع الكسكسي نتاعي. نحط عليه شويه صل شويه معدنوس، ما كثروش الفحات خاطر نحبوا نكهة الخضرة تقعد حية تقعد بنينة. نحطوا له طريف معدنوس ونجيو نفوحوه كالعادة. شوية كركم من جديد للفاح متاع البولات اللي باش يجيو باش يتقلاو من بعد في وسط كسكسي. شوية سكنجبير شوية فلكحل ما كثرش، شوية ملح ونلموا هذا الكل بكعبة ولا اثنين عظم. ومن بعد نوريكم كيفاش نلفوه بسهولة تامة المبطن كيفاش يتلم وكيفاش يجي معناها كله مسكر ما يتفرطش في القلاية، يقعد الكعبة كما هي. انتخطان انا هوني حطيت نقلي في الفلفل متاعي باش المرقة متاعه باش تقلية متاع الفلفل هي نحط فيها الخضرة، نحط لها طماطم سيكا شوية هريسة باش يتيب كسكسية بالخضرة. رجع الكلمة لفاطمة ونرجع مع بعضنا. مشكورة شيفة تحية. لو نرجو نحكي مع مدام شيراز سعيد اللي هي أخصائية في العلاج الطبيعي. اليوم نحكي على عوجاج الظهر. شنو نقصدوا هنا بعوجاج الظهر؟ عوجاج الظهر هو سيت اون مالفورماسيون، تشوه في العمود الفقري نتاعنا. دونك المريض الفقرات نتاعو مجموعة فقرات يميلوا ويتعوجوا يدوروا، معناها الفقرة تعوج ودور وي من عند ربي. أغلبية الحالات 70 أكثر من 70% من الحالات ما عندهمش أسباب واضحة، معناها علاش العوجاج هذا صار. دونك فوالا يصير أكثر للبنات أكثر من الأولاد، ويظهر في البيريود لا بوبرتي سورتو بين 10 سنين ل 18 سنة فترة البلوغ تظهر عليهم الحالات هذوما. المشكلة انه بعد مدة باش نفيقوا بها، اغلبية الحالات نفيقوا بها كي يكبر الشخص، ماك تعرف الحالة كي تتطور وتتعكر. ما ينجموش يفيقوا بهم صغيرات هذوما وهما صغيرات كيف يدوشوا لهم ولا حاجة ولا فاش يمشيوا. هذاك اللي حبينا نحكيو عليه ديجا اليوم، وهذاك علاش انا نحب نتوجه اليوم للي مامون اللي تفرجوا عليا الكل باش نجموا نركزوا في الحاجات هذوما ونجموا نعملوا حتى احنا دي تيست في ديارنا لصغارنا باش نشوفوا الحاجه هذيا كي نعرفوا الاعراض نتاعها نجموا نفيقوا بها على بكري الحاجه هذيا. دونك كيما قلنا هي تجي في اون جينيرال في فتره البلوغ دونك واكثر للاناث. دونك اون جينيرال الطفل عمره 11 سنه ولا 12 سنه ولا 10 سنين امها ما زالت تدوش لها. دونك تلاحظ اللي فما عندها فما كتف باغ اكزومبل طايحه على كتف اخر، فما كيما نشوفوا التيست هذيا اللي ظاهر على ليكرون. دونك في التصويره هذيا الشخص والا صغير كي يطبس ونغزروا له من التالي نشوفوا اللي فما كيما البوس يجي بوزيتي دونك ظاهره في بارتي على بارتي اخرى. دونك حتى تبدا صغيره برشا راهي خاطر هي تبدا تتطور والمشكله فيها اللي تتطور في ساعه ما نجموش نوقفوها تتطور في ساعه ديكو نفيقوا بحاجه كيما هكا مدبينا ديما ديراكتومون توجهوا والاسباب نتاعها اللي اسباب جينيه معناها نجم يكون عند البو في العائله ولا حاجه ولا هكاك 70% ما نعرفوش اسبابها. فما اسباب جينيه 30 الباقيين الاسباب جينيه فما شلل دماغي نجم يعمل الحاجات هذيا، اما الاغلبيه الساحقه ما نعرفوش الاسباب نتاعها ايديوباتيك ما عندهاش اسباب معينه. باهي قبل ما ندخل في الديتاي نتاع العلاج وغيره نشوفوا صفصوف. لهنا حبيت نسال شيراز، انت قلت في الدار يعملوا دي زيكزيرسيس، هل الصغير في عمر معين يحس بوجيعه مثلا انها تنجم لم من خلالها تولي تعمل لي زيكزيرسيس والا يعني ما يحس بحتى وجيعه ما فيهاش الام حاجه صامته يعني جوست اون مال فورماسيون بعد وقت معين تظهر في الكتف تعمل بوس والا اللي هي هي دي دوغري
دونك هي ديجا فما 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 اون اونغل نقيسوها في الظهر تاع ديفورماسيون هذيا، على اساسها ديجا نقروا شنو العلاج اللي باش نعملوا. اما من الاول باش تبدا ما فهم فيهش فماش من الاول ما فماش، تبدا تكبر بشويه بشويه اكيد باش نلقاو وجيعه في الرقبه وجيعه في الظهر، فما هكا ديزيكيليبر موسكولير فان بارتي اقوى بارتي تحسها في بدن شخص. دونك بشويه بشويه، اما لي دوغري الاولانيين من الاول بالكل قليل فين ينجموا يتحسوا الحاجات هذوما. فماش حاجات يخلونا نكتشفوا الصغار هذوما، قلت لي انت من يوم صغار بكل الاج قداش معناها باش فتره البلوغ تظهر هي كاو وقت اون جينيرال فتره البلوغ معناها نقولوا من 10 سنين تبدا تظهر الحاله هذه. الصغير هو صغير معناتها ما فما حد شيء لا حد شيء ما فما حد شيء. دونك انتم شنو تعملوا لهنا شيراز؟ دونك اول حاجه ديجا هي باش قبل ماذا بينا ذيك علاش نكتشفوها من الاول. الفت ان اكتشفناها رو نحكي لك هكا، فما اشخاص يكتشفوها عمرهم 30 سنه 30 سنه تكثر الحاله وقتها يفيق بروح واللي عنده مشكلة. فما مشكله فهمتني خاطر تبدا صغيره. دونك بشوي بشوي احنا نشوفوا شنية الدوغري نتاع لونغل نتاع الديفورماسيون هذيا اللي نقيسوها وكل شيء اكيد هذيا مع مباشره مع الطبيب. لهنا نحكيوا في العلاج الطبيعي احنا شنو نعملوا. اول حاجه نخافوا منها انه ديفورماسيون هذه تاثر لنا على التنفس نتاعنا، على خاطر المريض ديفورماسيون صحيح القفص الصدري هذاك يتاثر باللاويجاج هذايا نتاع الظهر. دونك تولي اوتوماتيكمون باش نخدموا برشا على الريسبيراسيون كيما هكا قاعدين نشوفوا في التصويره. نحطوا مخده خاطر فما بارتي اون بارتي كونكاف اون بارتي كونفكس، دونك فما بارتي مسكره وبارتي محلوله. احنا باش نحطوا مخده تحت البارتي المسكره باش نحلوها فهمتني افيك لا ريسبيراسيون. دونك باش نحاولوا نخليو اون مانتيان معناها او موا ما نخليوش الحاله تتعكر اكثر افيك لا ريسبيراسيون باش نحلوا البارتي المسكره. هما قلتش عليه مع ضم لاصق بعضه هكا ولا لا؟ ثم هي المالفورماسيون تصير باغ اكزومبل اون سي كيما سي يولي في اعلى الظهر باغ اكزومبل ولا في اسفل الظهر، والا تنجم تصير لنا دوبل ديفورماسيون هذيا تصير لنا الفوق واللوطا وان اس يولي شخص. دونك باش نحلوا الفوق باش نحلوا اللوطا فوالا. دونك لهنا هذا اكزرسيس مهم على الاخر، اما ماذا بينا من الاول يبدا فما مباشره نتاع اخصائي نتاع علاج طبيعي هو اللي يوريك كيفاش تعملوا، وانت بعد تنجم المريض ينجم يتابعوا في الدار حتى كل يوم معناها هذوما دي اكزرسيس افي يقعد يعملهم الشخص. الاكزرسيس هذا مهم برشا par exemple نسميوه دو تشا دو تشيان. دونك افيك لا ريسبيراسيون لهنا باش نحاولوا اون اسوكلي الكولون فيرتيبرال نتاعنا لي موسكل. دونك مع الريسبيراسيون كيما قلنا نجبدوا الهواء على الاخر نخليو دوتشا كيما ظهر القطوس كان راوها التصويره كي تنرفز هكا كل شيء يعمل سيت فورم لا، ومن بعد بالعكس نقوسوا ظهرنا ندخلوا معناها ظهرنا كل شيء. دونك فما اكزرسيس اخر زاد مهم على الاخر اللي هو اللي يخلينا ليكيليبغ نتاع لا كولون فيرتيبرال كان نجم نعديو التصويره اللي بعدها اللي بعدها. دونك يخلينا ليكيليبغ نتاع لا كولون فيرتيبرال بالعكس معناها كل مره ناخذوا بارتي مثلا يد وساق بالمخالف نقعدوا كلكو سكوند هكاك اون روبرون سا معناها كل مره نعاودوا اون موا 3 فوا في الصباح 3 فوا في الليل 15 فوا معناها كل مره نعملوا 15 فوا لو ميم اكزرسيس ثلاث مرات في النهار معناها قدر تربي الحاجات هذوما. شنو باش تعمل لنا هذي زيكزيرسيس هذوما؟ هذوما ما احنا قلنا الظهر يتاثر والدن يتاثر وفما باش يبدا بشويه بشويه يتسكر الظهر خاطر كان نخليوه هكاك باش يزيد يتعكر بيان سور او موا احنا نقولوا اون ستوب سا خليوها الحاجه هذيك تقف في البلاصه هذيك اون مانتيان ليتا اللي احنا وصلنا لها باش ما تزيدش تتعكر الحاله. دونك ليكزيرسيس هذايا باغ اكزومبل يقوي عضلات الظهر باش يخلي ان سيغتان اكيليبغ موجود في البدن. وبيان سور فما حاجات اخرين اكيد انا عطيت دي اكزومبل هكا ساهلين على الاخر ونجموا نعملوهم في ديارنا وحدنا اما مع مباشره المعالج الطبيعي راهو انا اللي فهمته زاد حتى الاوليه معناتها اللي لا قدر الله صغيراتهم عندهم المشكله هذه نجموا يعملوا لهم حتى جيمناستيك يظهر لي يساعد رياضه الناتاسيون ناتاسيون سورتو اي تقوي ظهر وتقوي بدن. اما راهو لهنا راهو ماهوش حاجه سامبل سكوليوز راهو مرض وخايب برشا معناها سورتو كي يتطور وفما الحق حالات زاد نلقاو اتيتود سكوليوتيك اكيد يتحسن. اما فما اتيتود سكوليوتيك فما اللي نسخايلوهم سكوليوز نسخايلوها المالفورماسيون هذه في الظهر اما هي ماهيش مالفورماسيون تظهر فما بوس وتظهر فما جيبوزيتي اما اون فيت باغ اكزومبل ولا يظهر
الظهر فما كتف طايح على كتف، اما هي ان فيت شخص عنده قصر ولا يعني فوالا يعني ديزيكيليبر في الـ في الـ في الباسان تاعو سويت انه ساقيه ماهمش قد فوالا يولي هذيك تسمى اتيتود سكوليتيك، هذيك ماهيش حاجه اختيره بالعكس سهله وبسيطه اسهل برشا تريتمون تاعها هذه توصل للجراحه كي يولي فما نقول لك انا فما جراحه معناها طب نتاع العظام اللي يلقاو يكتشفوا صغيرات اللي عندهم مشكله هذه يبعثوهم للكيني ولا فما تدخلات نتاع الجراحه قبل؟ باهي كيستيون طيارة على الاخر فتوما به من الاول احنا نشوفوا من الاول نشوفوا لونجل لونجل نتاع الديفورماسيون هذيا في الظهر باش نقيسوها باش نحسبوها بالضبط قداش الزاويه نتاع الديفورماسيون هذيا كي توصل باغ اكزومبل 20 دوغري نتاعها 20 25 نجموا بالعلاج الطبيعي اكثر شويه نعملوا ان كورسي عرفت الكورسي اللي تلبس بوغ بلوكي لا ديفورماسيون هذيا نعملوا الكورسي اكثر من 40 درجه 45 درجه اي اي مش صغار صغار قلنا احنا في الادوليسونس فوالا سينو اكثر من 45 درجه ديريكتومون جينيرال الجراحه تكون يعني تكون ليفيكاسيتي يعني تصليح اون فوا بور توت ولا زيد من بعد يقعدوا مع الكيني اكيد مع العلاج الطبيعي راهو كل ما هو عظم في بالي ديما اي سكوليوز سيرتو المرض هذايا راهو كيما فطور صباح وفطور القايله فما علاج طبيعي وفما ديزيكزيرسيس وفما تمارين يعملهم في الدار يعملهم مع الكيني مع العمليه تتحسن الحاله اما اللي ما عملش عمليه اكيد ماذا بيه يقعد ديما سينو باش تولي وجهه تبدا عنده يعني كيما انت قلت الزاويه 20 درجه او 25 درجه ويحب يعمل يعني يقولوا احنا تعب من الكيني ولا تعب من المساج ويحب يعمل اون اوبيراسيون ويرتاح اون فوا بور توت والله الطبيب يقرر واكيد راهي ماهيش حاجه بسيطه انه الناس فما لي نيرف وفما الميسك وفما برشا والله هنا الطبيب يقرر اكيد احنا ديما 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 نحاولوا نهربوا من العمليه اكيد الطبيب يقرر اما اهم حاجه كما قلنا راهو العلاج الطبيعي مهم برشا في الحاله هذيا باش نحميو نتوجه بالله للي مامون نسيتش نراقبوا صغارنا في الحاجه هذيا خاطر ما تعرفش عليها وقتاش تبان وقتاش تظهر الحاجة هذه. مشكورة شيراز سعيدة أخصائية العلاج الطبيعي نشوف سبوت الخاصة بشركة سيخ. سير مؤسسة سيا مختصة في بيع مستلزمات المطاعم والنزل تسعى باش توفر لكم كل احتياجاتكم من تجهيزات ومعدات للمطابخ وللمخابز بأسوان معقولة وفي المتناول سير تحط على ذمتكم فريق مختص باش يعاونكم ويتقاسم معكم خبراته في رسم البلان ديميناجمون تاعكم كيما قرات حساب لي بروفيسيونيل في كل ما يسهل عليكم الخدمه المغرومين زاده وفرت لكم اللي تستحقوه باش تسهل عليكم الخدمه في دياركم باش تتعرفوا على جوده خدماتنا زوروا شوروم تاعنا في المنزه واحد ولا في الحمامات وتواصلوا معنا على صفحتنا على الفيسبوك سياق أو عبر الهاتف 72 317 616 شركة سياغة هي اللي تويتكم بكل الماتريال والماتريال اللي حاجتكم به في كوجينتكم الخاصة بالبجيل اللي عندكم كيما إذا كان عندك بروجي نتاع نزل ولا حتى نقولوا احنا مطعم كبير ولا حاجة تحب تعمل ماتريال يكون به يساعدك في كوجينتك ما عليك كان بالادغاس اللي هي سياغة اللي نلقاوها في الحمامات ونلقاوها كيف كيف في المنزه واحد نعطيو الكلمة شافت حياة اكيد سيغ هي اللي تعاوننا في الكوجينه بالخص اذا كان اندستريال راهو تلقاو سعادتكم فيها اذا كان مش اندستريال معناها كيما احنا نستعملوا في ديارنا ماناش نحلوا لا باتيسري ولا كوشه ولا وتيل راهو تلقاو فيها الماتريال الصغير الكل من جميع انواعه وتلقاو عباد تنصحكم باش تعاونكم شنو يصلح شنو معناها كل حاجه شنو الاستهلاك نتاعها انا هوني عندي قلايه حطيت فيها زيت نجمه ديو بلس ناخذ طبق نحط فيه فرينه ورده فرينه العاديه هي اللي باش نلف فيها المبطن نتاعي نجي نحط الفرينه يلزم يقعد باقي في وسط الفرينه معناها حتى كي نلفوه ما نحيوهش ناخذ المغرفه ونحط كعبه مبطن هكا تشوفوا كيفاش نهزه معناها ما نسحقش حتى نمسو بيديا المبطنين نلمو هكا بالمغرفه بشويه 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 نحاول
نلموا فرد مغرفه ومن بعد ندزوا بجنب كما تراو هكا، معناها سهله راهي. انتم تظهر لكم بالمغرفه صعيبه لكن سهله ياسر. فما حتى عباد كيحبوها مكعابر ياخذوا اكل المغرفه بتاع الكلاص يعبيو بها وتجي زادة مزيانه. توا رش عليه شويه فرينه بالقدا، نكعبروا بالقدا بالقدا في وسط الفرينه ونحطوا على جنب، يقعد هو ديجا يقعد يشرب الفرينه نتاعو، ما يلزمش نخرجوه الا وقت يسخن الزيت، نرميه طول في وسط الزيت سخون، معناها سخون عادي كيما قليان مش سخون فوق القيمه، يقعد يتيب سله سله، النار مش قويه حتى لين يتيب قلبه بالقدا. فاصون كعبه كي تحمر مليح من برا نعرف اللي المبطن نتاعي راهو طاب. الكسكسي نتاعي جست حطيت له الخضره نتاعو، حطيت كرنب، حطيت سفناريه. انتم تحطوا الخضره اللي تحبوا انتم، راهو كل واحد شنو يحب خضره. وزيت الكسكس شويه، حطيت له طماطم سيكام اللي هي مكعبات هذوك المقصوصه الفريشكه اللي كونكاسي، وحطيت مغرفه نتاع ماكله طماطم معجونه باش تعطي النكهه وتعطي اللون وتعطي المطعم البنين. نجي نحط شويه كسكسي ما كثرش، هو يفور وانا نزيدو فوغيا مزيغ حتى لين يفور كسكسيه الكل. لطون اللي طابت الخضره كسكسيه فور وطاب. نرجع الكلمه لفاطمه ونرجعوا مع بعضنا. شفت حبيبي باش تعملنا اغنيه جديده اسمها هو يفور وانا نزيد. طيب كانت عادي فقرة زميلتنا إقبال بريك. من عام 96 كنا من أول المبادرين، مثابرتنا وجديتنا تحكي علينا، نجاحنا يترجم خبرتنا ومعرفتنا صنعنا أبطال. اليوم عندهم صيت في البلاد، ليش أو امتياز، مرافق عصرية، بنية تحتية، علاقات دولية، ملتقيات. ليش أو une école pour la vie. تحب تسافر من غير ما تحسب؟ تحب تفرح ولادك؟ تحب تتفرهد في احسن ليزوتيل؟ تحب تعمل عمره؟ تحب تعمل فواياج سور ميزور وعلى كيفك؟ مع سفر توريزم فواياج تو ديفيان اكسيسيبل. سافر ب 60 دينار كهو والباقي على 36 شهر. تمتعوا بدي برومو يوصلوا 70% ودي فاسيليتي دو بايمون يخليكم تسافروا مرتاحين. مع سفر توريزم فواياج تفرهد وما تحسبهاش. Se soigner en Tunisie tout en bénéficiant d'une assistance de qualité, S-Medi, service médical international. 10 ans d'expérience dans le suivi médical, l'accompagnement des patients et l'évacuation des blessés étrangers, l'ingénierie et le développement dans le domaine de la santé, la gestion hospitalière et l'investissement dans des structures sanitaires dans différents pays, S-Medi collabore avec les meilleures cliniques offrant des soins de qualité, des médecins qualifiés avec du matériel de dernière génération. Aujourd'hui, le réseau S-Medi s'étend sur plusieurs pays, à savoir Gabon, Tchad, Côte d'Ivoire, Mali, Mauritanie, Sénégal, République démocratique du Congo, Togo, Bénin, Burkina Faso, Cameroun et France. Nos patients bénéficient d'une assistance particulière au sein de nos différentes résidences de convalescence, respectant les normes internationales où ils retrouvent la convivialité familiale. شكرا لك فاطمة، شهركم أسعد الأيام. كما كل نهار جمعة نحكيو أرقام ورقم اليوم يجينا من وزارة الصحة ومستجدات فيروس كورونا. رقم اليوم يبعث فينا شوية أمل وقت ما نحكيو على تراجع في عدد الوفيات، تراجع في عدد المرضى اللي دخلوا للسبيطارات، تراجع في نسبة التحاليل الإيجابية وتراجع في عدد المرضى في الإنعاش. وهذا ما تأكده لنا الأرقام اللي كانت هبطتهم وزارة الصحة، ونلقاو الأرقام الرئيسية الخاصة بالمرضى في المستشفيات، العدد الجملي للمرضى اللي تم التكفل بهم في المستشفيات والمساحات الخاصة 9977 مريض، عدد المرضى المقيمين يوم 20 فبراير 2021 بالمستشفيات والمساحات الخاصة 1252، عدد المرضى المقيمين يوم 20 فبراير 2021 بأقسام العناية المركزة بالقطاع العمومي والخاص 284، عدد المرضى تحت التنفس الاصطناعي 111 مريض في القطاعات العمومية وال خاصة. كيف زاد عنا أرقام أخرى تحكي على حالة فيروس كورونا في تونس،
الأرقام الرئيسية الخاصة بالتقصي وعدد الوفيات، نلقاو أنه عدد الجملي للتحاليل المخبرية 953,624 تحليل، نلقاو العدد الجملي للحالات الإيجابية 228,362 حالة. كيف الرقم المهم جدا اللي هو رقم العدد الجملي للمتعافين اللي فيهم 188,607 مريض متعافي من فيروس كورونا. وباش نختم برقم مهم جدا اللي هو عدد المسجلين في منظومة التلقيح اللي وصل 500,000 مسجل، واللي يعتبر رقم صغير جدا. ومن المنتظر حسب وزارة الصحة انه توصل لبلادنا 8 مليون جرعة من اللقاحات ضد فيروس كورونا. الأرقام هذه مهمة جدا إن نعرفوها، لكن المهم زادة إن وإلا الأهم زادة إنه نردوا بال على أرواحنا، ورب يعطينا ويعطيكم الصحة والعافية. والكلمة ليك يا فاطمة. من عام 96 كنا من أول المبادرين، مثابرتنا وجديتنا تحكي علينا، نجاحنا يترجم خبرتنا ومعرفتنا، صنعنا أبطال اليوم عندهم صيت في البلاد. LHE امتياز، مرافق عصرية، بنية تحتية، علاقات دولية، ملتقيات. LHE une école pour la vie. تحب تسافر من غير ما تحسب؟ تحب تفرح ولادك؟ تحب تتفرهد في أحسن لزوتيل؟ تحب تعمل عمرة؟ تحب تعمل فواياج سور مزيغ وعلى كيفك؟ مع سفر توريزمي فواياج تو دوفيان اكسيسيبل. السافر ب 60 دينار كهو والباقي على 36 شهر. تمتعوا بدي برومو يوصلوا 60% ودي فاسيليتي دو بايمون يخليكم تسافروا مرتاحين. مع سفر توريزمي فواياج تفرهد وما تحسبهاش. Se soigner en Tunisie tout en bénéficiant d'une assistance de qualité, S-Medi, service médical international. 10 ans d'expérience dans le suivi médical, l'accompagnement des patients et l'évacuation des blessés étrangers, l'ingénierie et le développement dans le domaine de la santé, la gestion hospitalière et l'investissement dans des structures sanitaires dans différents pays, S-Medi collabore avec les meilleures cliniques offrant des soins de qualité, des médecins qualifiés avec du matériel de dernière génération. Aujourd'hui, le réseau S-Medi s'étend sur plusieurs pays, à savoir Gabon, Tchad, Côte d'Ivoire, Mali, Mauritanie, Sénégal, République démocratique du Congo, Togo, Bénin, Burkina Faso, Cameroun et France. Nos patients bénéficient d'une assistance particulière au sein de nos différentes résidences de convalescence, respectant les normes internationales où ils retrouvent la convivialité familiale. مشكورة قبل بريك، يعطيك الصحة على المعلومات هذه الكل. نخرجوا فاصل ومن بعد نرجع. قوتنا في هلستنا. وردة سرها المحبة.